ازاي الاهلي تحول طريقه من فريق كان على وشك الخروج من دوري ابطال افريقيا من مرحله المجموعات الى فريق ينافس على اللقب مره اخرى امام الوداد؟ ده اللي هنتكلم عليه في حلقه صبوره في الجول، وهنفكر سوا كده ارد اقول ايه على الناس اللي بتتهم الاهلي او بتقول ان الحظ هو الحاجه الوحيده والعنصر الوحيد اللي ساعد الاهلي في الوصول الى اللقب المحتمل رقم 11 في القاره السمراء. ده اللي احنا هنتكلم عليه. الاول خلينا نتفق اتفاق حلو. اول حاجه، فكره ان الحظ لعب دور في وصول الاهلي للنهائي هي مش جريمه، وهي الناس بتحاول تستخدمها، او اللي بيعادي الاهلي بطريقه او باخرى، او اللي عايز يقلل من انجاز الاهلي بيستخدمها كان الحظ هو العنصر الوحيد اللي دخل في المعادله فوصل الاهلي لنهائي دوري ابطال افريقيا. لكن الاهم من الحظ هي ان الاهلي ومديره الفني ولاعبي صلحوا المشاكل اللي قابلتهم في بداية المرحلة وحولوها إلى طريق جيد يسير عليه الفريق. وخلينا نتفق اتفاق تاني على سبيل المثال، مفيش مدير فني في الدنيا ما بيحتاجش الوقت لفهم مكونات فريق وعاملة ازاي، فبالذات لو دي كانت تجربته الأولى. وخلينا نضرب المثل هنا بمانويل جوزي، أهم مدير فني جه في تاريخ النادي الأهلي من الأجانب في وجهة نظري يعني، ومانويل جوزي في موسمه الأول لأنه لسه ما كانش فاهم قوي طبيعة لاعبيه، طبيعة المناخ، طبيعة الجو. في البداية اتغلب من بيترو أتلتيكو في دوري أبطال أفريقيا، ثم فاز باللقب في النهائي، صح كده؟ طيب، وخسر الدوري في موسمه الأول، مظبوط؟ وبعد كده لما رجع أكل الأخضر واليابس لأنه كان جاي جاهز فاهم الدنيا تمشي إزاي. ففكرة إن الحظ ساعد الأهلي هي بكل تأكيد هي جملة حقيقية، لكن يراد بيها بطل إنك زي كأنك بتقول إن الأهلي ما ساعدوش غير الحظ. الحقيقة ساعد الأهلي مارسيل كولر واللاعبين والهدوء بتاع الإدارة اللي كان ممكن يخش يبوظ كل المعادلة دي إن كان اتحرك بعد الخسارة بتاعت ماتش سان داونز. حد يقول لي على فكرة هو أنت قصدك، أو زي ما أنا كنت قلت قبل كده، إن الأهلي لو كان حتى أطهر الطاهر سجل ضربة الجزاء وطرد الأهلي من دوري أبطال أفريقيا، ده معناها كان وقتها انك هتقيم مارسيل كولر بشكل جيد وهنقعد نقول ان مارسيل كولر مدرب كبير وعمل، وتعالى نبص على الحالات وتعالى نبص على السبوره، كنا هنقول الكلام ده؟ في الحقيقه كنا هنقول الكلام ده في الدوري، لانه كان هيبقى كسب الدوري. واحد يجي يقول بس على فكره ده مارتن لاسارتي اتغاب وهو كمان من سان داونز وكسب الدوري وما دفعتوش عنه او ما شفتوش مدرب كويس، يقول لك صح، لان في مع الفوز باللقب حاجه مهمه جدا اسمها الاداء، صح، اسمها الاقناع، اسمها انت قد ايه مقتنع بشغل الراجل ده. الحكم اللي بينا على مارسيل كولر، خلينا نتفق انه لا هو الوصول لدوري ابطال افريقيا ولا هو هيكون الفوز بالدوري، هو الحكم على شغله. فتعالوا نتكلم عن شغله ونشوف هو بقى بيعمل ايه، وايه نقط التميز اللي حولت الاهلي من الفريق اللي كان على وشك الخروج من البطوله للفوز بالبطوله. مارسيل كولر اخذ وقت على ما يحاول يلاقي المعادله اللي تسهل له اللعب للفريق الاحمر بالشكل الهجومي من غير ما يبقى عنده عواقب دفاعيه. زي كل المدربين اللي عدوا على الاهلي في السنين الاخيره كانوا عارفين كويس ان الاهلي كفريق قوي هجوميا بيتغلب في اوقات كتير من المنافسين اللي بيعتمدوا على الدفاع المتكتل والهجمات المرتده، واحنا كلنا حافظين. تعالوا نضرب مثلا ورا علي معلول، الراجل اللي تقدم في السن فما بيرجعش، تعالوا نضرب ورا محمد هاني، الراجل اللي مش دايما مستواه عالي. فالاهلي كل ما بيلعب ووشه للملعب بيحاول يهاجم، كان دايما بيبقى فيه مساحه ما بين خط وسط وخط دفاعه وبيستغلها المنافس، لحد ما دخل مروان عطيه في الكادر وابتدت الرحله بشكل مختلف تماما. حلو، وجود الخطه دي امنت للاهلي بشكل كبير الفكره اللي كانت او نقطه الضعف اللي كانت موجوده، وهي الدفاع بين خط الدفاع وخط الوسط. لكن مش هو ده بقى نقطه التميز خالص بتاعت مارسيل كولر. تعالوا نفكر سوا قبل ما نستخدم السبوره، ايه هي نقطة التميز بتاعت مارسيل كولر؟ نقطة التميز الرئيسية بتاعت مارسيل كولر هي التدريب. سيبك من الحالات، سيبك من التكتكس، التدريب ده معناه ايه؟ بمفهومه المتجرد، ان انا بساعد اللعيبة ان هي توصل لأفضل فورمة ممكنة. تعالى بقى نعد اللعيبة كده، محمد الشناوي في أفضل فورمة ممكنة؟ أغلب الوقت؟ محمد هاني في أفضل فورمة ممكنة؟ أغلب الوقت؟ ده معتاد؟ لا، ده ما كانش معتاد. محمد عبد المنعم كان بيعلى ويوطى، صح؟ يا احسن مدافع في مصر، يا راجل متهور بيعمل غلطات كتير عنده مشاكل كتير، لازال من احسن مدافعي مصر واتحسن كتير في الحته دي، صح؟ صح. ياسر ابراهيم، رامير ربيعه، غيرهم من المدافعين اللي كانوا بيبقوا ثغره دائما في صفوف الاهلي، حاسين ان هم ثغره؟ لا، كويسين. علي معلول
باين عليه السن، باين عليه العجز، لا ده باين ان هو في شكل جيد جدا، من اعلى لاعبي الاهلي في معدلات المشاركه في الدقائق. ازاي يا جماعه؟ هل ده اثر على الفريق بالسلب؟ لا بالايجاب جدا. مروان عطيه صفقه جديده، دخل الاهلي اخد وقت؟ لا دخل بشكل مميز جدا في المنظومه بتاعت الاهلي مباشره. حمدي فتحي جايب فورمه؟ اليو ديانج جايب فورمه؟ حسين الشحات جايب فورمه؟ طاهر محمد طاهر واحمد عبد القادر معقولين جدا. بيرسي تاو نور، كهربا شغال كويس، محمد شريف مش بطال، احسن بكتير من الموسم اللي فات. فيبقى النقطه الرئيسيه هنا ان احنا متفقين ان الراجل ده في شغله كتدريب في مساعده اللاعبين هو حقق علامه جيده جدا، مظبوط؟ هو قدر ان هو يسلق بيئه جيده، اللعيبه قدرت تشتغل فيه باحسن تركيز ممكن، وصلت لاعلى معدل بدني ممكن. هنا بقى نبتدي نتكلم على الجزء الاخير في الموضوع، بيبقى بتاع التدريب اللي هو التاكتكس. التاكتكس ده هو لغه التواصل بين اللاعبين. الراجل عشان يحافظ وينور لك الفريق بالشكل ده قدر ان هو على سبيل المثال يعمل حاجه تقلل معدلات الجري بتاعه اللعيبه الكبيره في السن، زي علي معلول على سبيل المثال. علي معلول كان دايما مطالب ان هو يفتح الملعب، ياخد الخط بالكامل هجوما، وبالتالي لما بيبقى عليه ازمه دفاعيه بيبقى عنده مشكله. طيب اللي بيساند علي معلول كان احمد عبد القادر طول السنين اللي فاتت في 4-2-3-1، كان احمد عبد القادر لما بيلعب عنده مشاكل دفاعيه فمش قادر يساعد علي معلول. فعلى سبيل المثال الماتش بتاع 2-2 كانت المشكله الرئيسيه اللي هو بين الاهلي والزمالك مع ايام فريرا، كانت المشكله الرئيسيه اللي عند الاهلي الجبهه دي، والجبهه دي ياما شالت مشاكل. فعشان كده الراجل قلل مساحات الجري بتاعت علي معلول، بان الراجل بقى في اغلب الوقت علي معلول بيلعب على القلب، احمد عبد القادر هو اللي شادد الملعب بدل مكانه كده. فلما بتتقطع الكوره المساحه دي كلها بيبقى على علي معلول تغطيتها، ودايما علي معلول مكشوف لظهره للمنافسين. اولا حط محمد عبد المنعم في ظهره لان محمد عبد المنعم اقوى بدنيا واقل في فقدان الكوره. ثانيا دخل علي معلول للقلب وخلى احمد عبد القادر هو اللي يفتح ارض الملعب، فقلل مساحات الجري بتاعت علي معلول. محمد هاني قلل مساحات الجري بتاعت علي معلول بان هو ابتدى يشتغل بيه هجوميا هو الاخر. فدي كانت النقطة الأولانية اللي قللت مساحات الجري عند لاعب من اللاعبين المهمين جدا. تاني نقطة وهي كانت النقطة بتاعت نص الملعب، إن أنت بتشوف الأهلي دايما بيعمل ماتش قوي جدا على سبيل الضغط، على سبيل المثال في الضغط على المنافسين، ويضغط يضغط يضغط. الماتش اللي بعده الأهلي مرهق في الدوري فمش قادر يعمل نفس معدلات الضغط. ابتديت بوجود مروان عطية كترس جديد، ابتديت تبقى بتشوف حاجة مهمة جدا، الاتنين دول بيشتغلوا مع بعض، والراجل ده هو اللي بيشارك في الضغط مع راس الحربة. الراجل ده ممكن يبقى حمدي فتحي بس لما يرهق ياخد شوية نفس، واللي ينزل مكانه يبقى اليو ديانج، لما يرهق ياخد شوية نفس واللي ينزل مكانه مروان عطية. فبالتالي قللت عدد مساحات الجري بتاعت ثلاثي وسط الملعب، فتحكمت في الموضوع بتاع لياقتهم البدنية، ففضل الأهلي شكله فريش طول الوقت، وفضلت دي الثلاثية الأميز والأهم في الأهلي اللي مساعدة المجموعة الأمامية على الشغل. المجموعة الأمامية بقى ده اللي كان الدور الرئيسي لمارسيل كولر فيه في التاكتكس. ناس كتير قوي بتتخدع من أو بتستخدم جملة أو مصطلح جملة، دي جملة عاملها المدير الفني، جملة تكتيكية. في الحقيقة خلينا نتفق اتفاق، المدرب زمان كان بيعمل جمل يقعد يحفظها لعيبته في التمرين، فوت الكرة لزميلك زميلك والمنافس يقراها فيبتدي يقفلها. لكن التدريب في الزمن الحالي في الوقت الحالي هو عبارة عن شغلانة تانية خالص. التدريب دلوقتي انك بتساعد لعيبتك قدر الامكان بانك بتحاول تحطهم في سيناريو في كثافه عدديه على المنافس، وبالتالي بتستنى المنافس يغلط، بمعنى ان انت عندك هنا 5 لعيبه قدام 4 مدافعين، مظبوط؟ فانت قدر الامكان مستغل ان في 5 على اللعيبه الاربعه دول، فالراجل ده لو التزم بالراجل ده حمدي فتحي الراجل اللي بيلعب ارتكاز ناحيه الشمال هو اللي هيستفيد من القسم. طب المدافع راح على حمدي فتحي، كهربا هيستفيد من القسم. طب لو السنتر باك التاني راح على كهربا، هيبقى الراجل ده اليو ديانج استفاد من القسم. طب الباك ليفت راح مع اليو ديانج او حمدي فتحي او مروان عطيه، ايا كان اللي بيشتغل هنا، بيرسي تاو اللي هيستفيد من القسم. في زياده عدديه دايما للاهلي. السؤال الاهم بقى الناس كتير ما جاوبتش عليه، هي الزياده العدديه دي بتحصل ليه؟ يعني ازاي وليه الاهلي طول الوقت قادر ان هو يحط 5 لعيبه على 4 مدافعين؟ ده السؤال اللي الناس ما فكرتش فيه كتير او لسه ما جاوبش عنه كتير في وسائل الاعلام. ناس كتير اشادت بالقصه بتاعت حمدي فتحي، بالزياده بتاعت اليو ديانج من وقت للتاني، بالفوقان بتاع كهربا، بالشغل بتاع
حسين الشحات بالشغل بتاع بيرسي تاو، بس ما حدش ركز قوي هو ليه الفرقه حافظت على الكوره في المكان ده، برغم ان الاهلي عنده كان مشكله واضحه في بدايه الموسم في الخروج بالكوره والاحتفاظ بيها. الفكره الرئيسيه ان اغلب المنافسين بتعمل القصه بتاعه الرقابه على لاعب الارتكاز، يعني في واحد دايما واقف لمروان عطيه بالشكل ده. فالاهلي ابتدى يحاول قدر الامكان مديره الفني يدي لاعبيه شويه افكار تساعد في محاوله فتح الملعب وان الاهلي يحتفظ بالكره لدرجه ما تهددش سلامه، ما تخليهوش يمسك كره كتير في مساحات ضيقه لان ما عندوش نوعيه اللعيبه، لا قفشة اشتغل ولا قندوسي اشتغل لدرجه تخليهم اساسيين. فالنوعيه اللعيبه مروان حمدي فتحي اليو ديانج لعيبه بدنيه اكتر منها لعيبه قادره ان هي تحتفظ بالكره في الباصات القصيره، فانت عايز تجري بسرعه وتوصل للحاله دي من غير ما تخسر الكوره. فابتديت تشتغل بقى على شويه افكار كده مهمه جدا، تعالوا نبص عليها من مباراه الترجي سوا. النقطه الاولانيه ان مش ان احنا الهدف بتاعنا الرئيسي ان يبقى فيه خمسه، مش مهم هم مين الخمسه، حلو. فبالتالي انت لازم تبقى مستوعب النقطه دي ان مش مهم مين الخمسه، دول ثلاثي الارتكاز بتوع الاهلي، حلو. الراجل ده متراقب، يبقى الارتكاز الثاني اللي هو على سبيل المثال اليو ديانج هينزل هو كمان موجود هنا، بحيث ان هو الراجل ده يا اما هياخد معاه واحد من المنافسين اللي هو زي راس الحربه، فيدي وقت لقلبين الدفاع بتوع الاهلي انهم يحركوا الكوره ويحركوا الملعب لحد ما يلاقوا المساحه المناسبه، يا اما الراجل ده هيحاول يضغط فهيبقى الراجل ده عنده مساحه من الرفاهيه ان هو يستلم الكوره وعنده زمن يستلم الكوره. طيب الراجل ده جه معاه واحد من المنافسين على سبيل المثال، اوكي، يبقى الراجل ده بيضم، يبقى تحول هو المدافع الثالث ويسيب مساحة لمحمد هاني انه يزيد. محمد هاني زاد، فبقى محمد هاني هو واحد من الخمسة هنا خلاص، حلو. يبقى بيرسي تاو هو اللي واخد المكان ده، فبيرسي تاو بقى هو الثاني اللي في المعادلة دي، كهربا هو الثالث دايما بتاع المعادلة دي، يبقى احنا عندنا الرابع اهو والخامس اهو. وبما ان محمد هاني زاد فعلي معلول واقف علشان خاطر ما يحصلش كثافة عددية مشكلة. طيب ابتدت الهجمة ترجع، فانا عشان ارجع انا هرجع كمحمد هاني، هرجع على الاقل علشان خاطر انا لو خدت المشوار ده كله غالبا هتضرب، فخلي اليو ديانج واقف حميني هنا وانا هرجع على الحته دي. فبما ان محمد هاني رجع على هنا، اليو ديانج لما بقى عنده وقت اليو ديانج هيزيد، هو اللي هياخد المساحه دي، فهيبقى هو الخامس هنا. عشان كده ناس كتير شافت حمدي فتحي على سبيل المثال موجود في المنطقه دي. حمدي فتحي لفترة طويلة من المباراة كان موجود في المركز الجناح الأيسر في مباراة الترجي، فالناس كانتش فاهمة هو بيعمل إيه. هي دي تركة من مارسيل كولر؟ هي مش فكرة تركة، هي فكرة تنظيم، إن إحنا عايزين خمسة دايما يكونوا موجودين. الخمسة دول على حسب الاتفاق اللي بيننا وعلى حسب المشي بتاع الكورة إحنا بنشتغل بيه بداية من بنى اللعب. فبنى اللعب لو شارك محمد هاني زي ما شرحنا في الهجمة، الارتكاز بتاعه اليو ديانج راح حماه، بعد كده لو محمد هاني عايز يرجع بيرجع على القلب علشان يقلل مساحات الجري، فيبقى اليو ديانج هو اللي بيزيد في المكان ده، مفيش ازمه. نفس القصه بتحصل ناحيه الشمال، علي معلول اهو الارتكاز بتاعه اهو، علي معلول زاد، حمدي فتحي هو اللي مأمن ظهره، علي معلول عايز يرجع، يرجع على القلب، حمدي فتحي هو اللي يروح ياخد الخط، كل ده لو احمد عبد القادر هو اللي جوه، انما لو الهجمه طالعه بتنظيم من ناحيه اليمين هتلاقي احمد عبد القادر هو اللي شادد الملعب. الشغل ده شغل محتاج تواصل، ان اللعيبه تحفظ ده محتاج تركيز ومحتاج تواصل بين اللعيبه في ارض الملعب. دي الحاجه اللي الوقت بيكون ضروري فيها، ده الحاجه اللي احتاجها مارسيل كولر. فمارسيل كولر احتاج انه يتغلب خمسه من صن داونز عشان يفهم ان امكانيات لعيبه الاهلي مش هتقدر تديله في بعض المباريات في افريقيا خطه هجوميه كامله بلا عمق دفاعي جيد. فابتدى يشتغل على انه يحسن الجوانب الدفاعيه على حساب النواحي الهجوميه. وبالمناسبه خلينا نكون منطقيين، الاهلي مش ما عندوش نفس الجوده الهجوميه بتاعت صن داونز، عشان بس نبقى متفقين، لان احنا مش عايزين نجمل الكلام. هي الفكره ان الاهلي ما عندوش جوده التعليم، لان ما كانش فيه مدير فني اخذ فتره طويله مع الفريق بفترات راحة، بفترات إعداد، مواسم انتقالات جيدة معمولة بحيث إنك دايما اللعيبة اللي داخلالك جاهزة للمنظومة، وفي نفس الوقت أنت في كصن داونز ما عليكش ضغوط كبيرة قوي في إنك كسبت الدوري، خسرت الدوري، كسبت أفريقيا، خسرت أفريقيا، مش دي الأزمة الرئيسية. فبالتالي اللي حصل إن صن داونز عنده بيئة مثلا ساعدته إنه يكون الأقوى هجوميا في القارة.
لكن الأهلي وإن كان لم ليس أقوى هجوميا، لأن مواسم انتقالاته اللي فاتت ما كانش دايما أحسن حاجة، مش شرط كل الصفقات تكون نجحت، بعض المراكز لسه فيها عوار، المدرب لسه جديد ما بقالوش أكتر من سنة، فشغله وتكرار شغله اللي احنا بنشرحه ده تكرار شغل وزمن شغل. الفكرة بقى إن الأهلي عايز يوصل أحسن شكل هجومي ممكن، هو حاليا عنده توليفة ومعادلة النجاح دي تكسبك أفريقيا، إنما أنت عايز تكون بتكسب أفريقيا بأحسن شكل هجومي ممكن، ادي الراجل اللي عمل لك الشغل ده مدة كافية واديله ريسورسز، اديله موارد كافية، وأعتقد وقتها هيعرف ياكل الأخضر واليابس زي ما عمل مانويل جوزيه قبل كده. أنت ما بتخترعش حاجة جديدة، أنت بتعمل العادي، أنت بتعمل اللي أنت شفته بيتم قبل كده. بالتالي أنا مبسوط بالإشادات اللي بياخدها مارسيل كولر، لأنه يستحق. مش عايز الناس وهي بتتكلم عن شغله تبقى حاسة إن في حاجة غريبة بتحصل، فبالتالي هي بتقيم شغله على إن شغله الرئيسي هو التاكتكس. بالنسبة لنا ميزته الرئيسية الراجل ده مش بس في التاكتكس، هي ميزته الرئيسية إنه أهل كل اللعيبة دي إنها تكون جاهزة إنها تدخل للجزء الأخير من كرة القدم وهو التاكتكس. التاكتكس اللي هو لغة التواصل بين اللاعبين، حاليا لغة التواصل في أفضل صورة. ليه؟ لأن اللاعبين بدنيا في أفضل صورة. ليه؟ لأن اللاعبين جاهزين ذهنيا وجاهزين نفسيا في أفضل صورة. ليه؟ لأن هما معهم مدير فني قدر إن هو يعمل كل التوليفة دي ويخلق بيئة للنجاح معتادة، مستندة كمان على بيئة النجاح الأصلية الكبيرة اللي موجودة في الأهلي. لأن أعتقد أي مجلس إدارة آخر كان ممكن بعد ماتش سان داونز يكون ليه قرار عنيف يأثر سلبا على المنظومة وعلى قوة قائد المنظومة مارسيل كولر، لكن ده ما حصلش، وبالتالي يستحق الأهلي التواجد في النهائي. كسب أو خسر سيظل مارسيل كولر مديرا فنيا جيدا جدا للأهلي، عمل شغل جيد جدا يستحق عليه الإشادة زي ما اتكلمنا على صبورة في الجول.